السابعة من الميادين وتتابعون فيها. انتهاء الهدنة في اليمن من دون تمديد، والقوات المسلحة تجدد التأكيد على جاهزيتها لحماية البلاد وثرواتها. لبنان يبحث غدا الرد على مقترح هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية، وحزب الله يؤكد أنه أمسك إسرائيل من العنق وأرغمها على الاستجابة لمطالب لبنان. محكمة الاحتلال تمدد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة إلى الغد، وثلاثون أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام لإسقاط الاعتقال الإداري. سلامي يتهم أمريكا وبريطانيا والسعودية بدعم أعمال الشغب واستهداف الثورة في إيران، ووزير الداخلية يؤكد تورط تنظيمات خارجية في الأحداث الأخيرة. البرازيليون يصوتون في الدورة الأولى لاختيار رئيس للبلاد، ودا سيلفا يسجل تقدما كبيرا على بولسونارو في آخر استطلاعات الرأي. انتهت قبل ساعة من الآن الهدنة في اليمن، فيما نفى رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أي اتفاق على تمديدها. المجلس السياسي الأعلى أكد أنه لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية لكونها كانت مجرد وسيلة للوصول إلى اتفاق نهائي. واستهجن خلال اجتماع برئاسة مهدي المشاط تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها ورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام، كما دعا إلى اليقظة والجاهزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة العراقيل التي يضعها تحالف العدوان الذي حمله المسؤولية عن تعطيل عملية السلام ورفضه الحقوق المشروعة للشعب اليمني. وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي جدد اليوم التزام القوات المسلحة حماية أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها وبحارها وثرواتها، وأشار إلى أنها تمثل أساس السيادة، وشدد على أن البلاد أمام منعطف تاريخي عظيم، كما أكد تسخير جميع الإمكانات لتقدم مواكب المواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة. وفي هذه المرحلة يجب أن يستوعب الجميع أن أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها وبحارها وثرواتها هي عهدة السيادة اليمنية الكاملة، ونحن كفيلون بها وملتزمون بحمايتها، ولن نسمح لكائن من كان أن يلامس هذا المفهوم أو حتى يناقشه عن بعد. لا هدنة من دون استجابة للمطالب الإنسانية الطبيعية لليمنيين، هكذا استبقت صنعاء انتهاء الهدنة بعد إفراغها من مضامينها، وبعد تنصل التحالف عن الوفاء بالتزاماته المتفق عليها بإشراف أممي ووساطة عمانية. الهدنة انتهت. بالنسبة للتمديد لم يبحث التمديد، بحث تجديد هدنة وإعلان هدنة جديدة بطبيعة الحال، لكن لم يتم التوصل إلى هدنة جديدة بسبب التعنت والرفض الصريح والمطلق من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا ومن قبل تحالف العدوان في مسائل كثيرة جدا. من هدنة للتخفيف من معاناة اليمنيين إلى هدنة لنهب ثرواتهم النفطية والغازية كما تقول صنعاء، وتثبيت الأمر الواقع عسكريا، وإدخال البلد في حال من اللا حرب واللا سلم، إضافة إلى تكريس التقسيم والتفتيت وفصل المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، فضلا عن شرعنة الاحتلال الأمريكي البريطاني الإسرائيلي للجزر والسواحل والموانئ اليمنية، وإدخال الملف اليمني في حالة موت سريري طويل الأمد. نهب الثروات من خلال هذه الاتفاقات التي لا تمثل صيغة قانونية باعتبار أنه ما يسمى بالشرعية انتهت تماما، وبالتالي لا يوجد لها أي سند قانوني. ومن هذا المنطلق صنعاء تحذر جميع الشركاء الشركات التي تعمل أو وقعت اتفاقيات مع المرتزقة بأنها لا تحلم، لأنه صنعاء ستتصدى لهذا الموضوع.
خيارات متعددة تنطلق منها صنعاء لتحقيق مطالب اليمنيين المشروعة من خلال فرض شروطها لتمديد الهدنة، وأخرى لحماية ثروات البلاد الاستراتيجية برا وبحرا عبر إنذار الشركات النفطية بالتوقف عن نهب هذه الثروات، ووضع المجتمع الدولي في صورة قرارها الرافض استمرار الهدنة بصيغتها المختلة القائمة وغير المقبولة رسميا أو شعبيا. الاختلال الواضح في مسار الهدنة حولها من هدنة إنسانية إلى هدنة عسكرية فقط تمكن التحالف من العبث بالجغرافيا وتشرعن نهبه للثروات، ما دفع صنعاء إلى وضع التحالف بين خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بشروط صنعاء أو القبول بصواريخها ومسيراتها. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. ومشاهدين، عن الوضع في اليمن، عن خيارات صنعاء سنسأل الزميل أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في العاصمة اليمنية. أحمد، أهلا بك معنا. إذن ما هو المتوقع الآن؟ لماذا حتى الآن لم يتم تمديد الهدنة هذا أولا؟ وماذا عن خيارات صنعاء؟ أي خيارات قد تقدم عليها؟ عبد الرحمن، حتى هذه اللحظة لم يتم التمديد، لم يتم الإعلان عن تمديد الهدنة نظرا لموقف صنعاء الرافض لتمديدها وفقا للشروط أو للصيغة السابقة التي وضعتها السعودية والتحالف السعودي وأيضا الأممية. صنعاء رفضت ما تقدم به الأممية من صيغة جديدة تنص على تمديد الهدنة لستة أشهر مع توسيع يعني الرحلات الجوية وأيضا مع توسيع فتح ميناء الحديدة، لكن صنعاء رفضت ذلك لأن تجربتها السابقة في الموافقة على هكذا صيغ لم تؤدي إلى نتيجة، بمعنى أن التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة السابقة ولا باستحقاقاتها ولا بشروطها التي نصت عليها، رغم أنها كانت مجحفة لصنعاء وللشعب اليمني. اليوم تم رفض هذه الصيغة، وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يجري الإعلان عن تمديدها نحو التمديد، سواء وافقت صنعاء أو رفضت، وإبقاء الوضع في حال من المراوحة وعدم الهدوء ربما يعكس رغبة سعودية أمريكية في الذهاب نحو الهدنة من دون الإعلان عن تمديدها رسميا، وهذا يضع صنعاء أيضا في موضع يعني إما أن تتخذ ردا واضحا وموقفا واضحا أو تقبل بهذا التمديد غير المعلن عنه. حتى هذه اللحظة طبعا عبد الرحمن لم يسجل أي خرق كبير من نوعه يعني بحق هذه الهدنة التي انتهت قبل ساعة من الآن. طبعا إذا ما تحدثنا عن سيارة صنعاء عسكرية، هي كما لوحت بذلك وكما قال المجلس السياسي الأعلى خلال الساعات الماضية، وأيضا كما تحدث وزير الدفاع وسمعناه في الخبر السابق، وأيضا ما تحدث به المتحدث في التنسيقات المسلحة اليمنية، يمكن أن نتحدث عن خيارات عسكرية متعددة هي العودة إلى الحرب مسيرة إلى العمق السعودي الإماراتي، وأيضا استهداف الشركات النفطية، أنابيب النفط، خطوط إمدادات الطاقة، وهذه يعني أهداف مشروعة كما تقول صنعاء لقواتها ولأسلحتها، طالما لم يتم الاستجابة لشروطها ولمطالبها الطبيعية التي تحقق الحد الأدنى من أو تخفف بشكل أو بآخر المعاناة الإنسانية. هنا أحمد لابد أن نسألك، بما أن صنعاء هي من رفض العروض التي قدمت لها مؤخرا من قبل التحالف السعودي والأمم المتحدة، ما الذي تريده اليوم صنعاء للقبول بتمديد الهدنة أو ربما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم؟ طبعا تجربة الأشهر الماضية عبد الرحمن لم تكن تجربة يعني مساعدة لصنعاء
للموافقة على تمديد الهدنة طالما لم يتم أو لم تعكس هذه الأشهر وهذه الهدنة بعد تمديدها الأول وتمديدها الثاني في ظل تنصل التحالف السعودي وعدم التزامه ببنود واشتراطات واستحقاقات إنشاء الهدنة، لا يمكن لصنعاء أن تقبل بتمديدها بصيغتها الحالية. أيضا غياب الضمانات، التمديد من دون شروط الهدنة وبنودها الجديدة لم يكن كما يقول مراقبون عبثا جديدا يرفع من مستوى السخط وأيضا الاحتقان الشعبي الداخلي. في النهاية عبد الرحمن، الهدنة لا تعني شيئا بالنسبة لليمنيين مع استمرار الجائر على اليمنيين كما قالته صنعاء، لأن التحالف كما هو واضح الغاية من الهدنة هي الهدنة وأيضا شرعنة الحصار باتفاقات أممية تمنع دخول أو تحدد دخول السفن النفطية وأيضا تحدد عدد الرحلات الجوية، ما يعني أن هذه الهدنة يجب أن تستمر إلى ما لا نهاية وأيضا تبقي الوضع في حال من المراوحة من الحرب لما تم وتشرعن أيضا تسليم وتثبيت في الواقع وفي الميدان وتخلق أيضا وضعا جيوسياسي جديد على الأرض، يعني يقسم البلد كالثلاث كما يقول الكثير من السياسيين، وبالتالي صنعاء التفتت لهذه الجيوسياسيات رغم معرفتها السابقة بذلك، لكن اليوم كان من الضروري أن تحدد موقفا واضحا هو إما الذهاب إلى هدنة بهذا بهذه الصورة المستلة والهشة أو العودة إلى الحرب، وبالتالي خيار الحرب بالنسبة لكثير من السياسيين كما يقولون هو أجدى من البقاء تحت رحمة هذه الهدنة وشرعنة الحصار وأيضا شرعنة التقسيم والتفتيت في الواقع. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء على كل هذه المعلومات والتفاصيل، على أن نعود إليك بكل تأكيد في حال حصول أي تطور فيما يخص الوضع في اليمن. شكرا جزيلا لك أحمد. دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون كلا من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اجتماع يوم غد الاثنين في قصر بعبدة للبحث في الرد الرسمي اللبناني على مقترح الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، فيما سيبحث الرئيس عون في هذا الطرح مع وفد تقني أيضا قبل اجتماعه إلى الرئيسين بري وميقاتي. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حزب الله أمسك إسرائيل من العنق وأرغمها على الاستجابة وعلى التفكير من أجل الاعتراف بحقوق لبنان، كما شدد على دعم الكتلة الموقف اللبناني لاستنقاذ حق اللبنانيين في ترسيم الحدود البحرية. نحن نواجه عدوا لا يعترف بأحد غيره في هذا العالم، لكن أمسكناه من عنقه حين لاحظنا حاجته لاستثمار الغاز وأردنا أن نستنقض حقوقنا المتغافل عنها لدى هذا العدو، فأرغمناه على الاستجابة وعلى التفكير من أجل أن يعترف بحقوقنا. الآن نحن قطعنا شوطا كبيرا ونحن ندعم الموقف اللبناني من أجل أن نستنقذ حقنا في ترسيم حدودنا البحرية ومن أجل أن نستثمر غازنا الذي هو ملك لأجيالنا ولأبنائنا. في هذه الأثناء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن حكومته تدرس مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. لابيد وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قال أن اقتراح الوسيط الأمريكي بات تحت المراجعة القانونية.
جرى في لبنان وإسرائيل تسلم اقتراح الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية. نحن نجري مناقشات بشأن التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن التهنئة بالنهاية، ولكن كما طالبنا منذ اليوم الأول فإن الاقتراح يحافظ بالكامل على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، وكذلك على مصالحنا الاقتصادية. لأكثر من 10 سنوات حاولت إسرائيل توصل إلى صفقة كهذه. الأمن في الشمال سيتعزز، منصة كريش ستعمل وستستخرج الغاز، المال سيدخل إلى خزينة الدولة ويجري ضمان استقلال طاقتنا. هذه صفقة تعزز الأمن والاقتصاد الإسرائيليين، ونحن لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني آخر نحصل منه بالطبع على العائدات التي نستحقها. حقل كهذا سيضعف التعلق اللبناني بإيران، سيكبح حزب الله وسيجلب الاستقرار الإقليمي. اقتراح الوسيط الآن قيد الدراسة القانونية. أننا أمام أيام حاسمة. نصر الله حصل على كل ما أراده من الاتفاق، هكذا قال إعلامهم. وبأذان مصغية تلقفوا في إسرائيل الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي تطرق فيه إلى تطورات اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. اهتمام تجلى في الحرص على تحليل كل حركة وسكنة انطوى عليهما الخطاب. الكلام الذي سمعناه مساء من نصر الله جرى تلقفه في إسرائيل بتفاؤل، تمهيدا لإمكانية أن يحدث الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بعد سنوات طويلة من المفاوضات. الآن هناك تفاؤل بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة أو ربما في الأسابيع المقبلة. الاستعجال الإسرائيلي الذي برز في الحديث عن تسريع الجدول الزمني والإجرائي تمهيدا لتوقيع الاتفاق جاء على وقع الحديث عن محاولة المستويين السياسي والأمني تقديم الاتفاق كإنجاز استراتيجي لإسرائيل وميزان ردع مستقر إزاء تهديدات حزب الله. وزير الأمن بني جانس قال في مداولات مغلقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية إنه عندما يكون هناك نوع من توازن الردع بين منصة كريش ومنصة قانا عمليا يتكون هناك ميزان ردع متبادل ويكون هناك مصلحة للجانبين بالهدوء الأمني، لذلك هذا الأمر هو مصلحة إسرائيلية، ولذلك فلننهي الأمر بأسرع وقت. ومقابل حرص المؤسسة الأمنية والعسكرية على الترويج لمزايا الاتفاق الأمنية ووصفه بقبة حديدية لإسرائيل من تهديدات حزب الله، قال خبراء إن إسرائيل تنازلت أكثر من اللبنانيين وافترضوا أن السيد حسن نصر الله حصل على كل ما أراده من الاتفاق، لذلك يشعر بالرضا وبدا تصالحيا في خطابه الأخير. رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو اتهم لبيد بالاستسلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأكد أن الاتفاق بشأن الحدود البحرية مع لبنان غير قانوني وهو غير ملزم إذا جرى تمريره بحسب تعبيره. يائر لبيد استسلم بشكل مخجل أمام تهديدات نصر الله، فقد أعطى حزب الله أرضا سيادية تابعة للدولة مع حقل غاز ضخم من دون نقاش في الكنيست ومن دون استفتاء عام. لا يملك لبيد أي تفويض لتسليم أراض ذات سيادة لدولة معادية، وإذا مرت هذه العملية الالتفافية غير القانونية فإنها لن تلزمنا. أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير الإداري خليل عواودة ليوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق في قضية تهريب هاتف. وأضاف المكتب أن هذا القرار يعني أنه لن يجري الإفراج عن عواودة اليوم كما كان منصوصا عليه في الاتفاق الذي أوقف بموجبه إضرابه عن الطعام الذي استمر 171 يوما. أكد 30 أسيرا مضربا عن الطعام في بيان لهم مواصلة معركتهم عبر أمعائهم الخاوية. البيان جدد التعويل على الشعب الفلسطيني وشدد على أنه لم ولن يخذل الأسرى، وأن الأسرى يعون أن معركتهم طويلة وممتدة وليس لديهم أوهام بأنهم سيسقطون الاعتقال الإداري بضربة قاضية. ولفت البيان إلى أن هذه المعركة جزء لا يتجزأ من المنظومة الاستعمارية الاستيطانية لمحاولة إقصاء الشعب الفلسطيني.
حملت الفصائل الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها والضغط على الاحتلال للإفراج عن أبو حميد الذي قد يفقد حياته في أي لحظة. الفصائل أكدت خلال وقفة دعت إليها مفوضية الشهداء والأسرى لحركة فتح أمام مقر الصليب الأحمر في غزة أن قضية الأسرى ستظل على رأس أولوياتها، وأن المقاومة ستعمل بكل جهد لديها للإفراج عنهم وتحريرهم من سجون الاحتلال. نحن نحمل الاحتلال النتائج المترتبة على حياة الأسير ناصر أبو حميد. نؤكد أن قضية الأسرى قضية وطنية مجمع عليها بامتياز ولن تسقط عن أجندة المقاومة الفلسطينية. اليوم شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه يلتحم مع الأسير ناصر أبو حميد. حركة فتح تؤكد استمرارها في الوقفات التضامنية والإسنادية من أجل الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. مطلوب من المجتمع الدولي، مطلوب من منظمات حقوق الإنسان الإفراج عنه ونقله إلى مستشفيات فلسطينية ليتم معالجته. أنا كأسير وكعشت تجربة طويلة في داخل سجون الاحتلال، الاحتلال يتعمد بشكل مقصود وبشكل ممنهج قتل الأسرى الفلسطينيين، وهناك لدينا العديد من التجارب. والدة الأسير المريض ناصر أبو حميد نقلت رسالة من الأسير الذي يصارع الموت داخل سجون الاحتلال إلى جنين وكل أهالي الشهداء. حكى لي يا أمي سلام مني من ناصر الشهيد الحي اللي صارع الموت لكل ام شهيد، لكل اب شهيد، لزوجة شهيد، كل الاحترام لجنين وعوائل جنين. حكى لي يما انا امنيتي بس اني ما استشهد داخل السجن وانحط انضم لقافلة الشهداء في بلاده الاحتلال. حكى لي انا حكيت يما امنيتي انك بس تطلع يوم واحد محرر وتشوف جنين وتشوف كل المناطق المحتله وتشوف الارض فلسطين اللي دفعت دمك فيها تستشهد فيها. والحمد لله رب العالمين، ناصر قوي بإرادته وناصر ذاكرته قوية. تفاصيل كثيرة من الحلقة الثالثة من وثائقي الأبطال على شاشة الميادين من مرحلة التخطيط وصولا إلى خروج الأبطال من نفق الحرية. صعوبات كثيرة واجهها الأسرى. محمد عز الدين. العمل بدأ فيما سمي نفق الطريق إلى القدس. بوابة الشهيد كمال أبو وعر فتحت، هكذا سماها رفاقه أبطال نفق الحرية. أما مجموعة الحفر فاختارت اسم الشهيد محمد صاطي الأشقر. الفكرة بدأت تتبلور عند الأسير محمود العارضة منذ عام 2003، وكان يجمع المعلومات من القادمين من سجن جلبوع. طلبات متتالية أرسلها محمود للانتقال إلى جلبوع حتى تحقق له ذلك عام 2005. مرة جديدة طرح العارضة المشروع السابق على الأسرى. استمر العمل 16 شهرا لكن النفق اكتشف. إلى جلبوع عاد في العام التالي وبدأ في 2017 تنظيم الموضوع مع أسيرين فقط. تأجل المشروع مرات عديدة لينتقل بعدها العارضة في عام 2020 إلى الغرفة التي قرر حفر النفق فيها. معجزة يعني تصير معجزة من كل عنا، معجزة إلهية تصير عملية خروج. الخارطة جاهزة في رأس مهندس العملية، وبعدما فتح الباب بات العمل بحفر التراب ممكنا. هنا يقول محمود: كانت رائحة التراب التي تملأ الغرفة من أجمل الروائح. هكذا بدأ حفر النفق. صعوبات كثيرة سبقت فتح باب النفق، من لوح الفولاذي إلى اقتراب موعد التفتيش وعدم إمكانية إغلاق باب النفق. أصعب اللحظات غصفت بليلة الزلزلة، وهو مصطلح استخدمه العارضة بعد تفتيش مفاجئ. في 20 من آب أغسطس العام الماضي بقيت 5 أمتار للوصول إلى سطح الأرض. أما في 5 من أيلول/سبتمبر فبدأ الاستعداد للخروج تباعا نحو السهل المجاور. وسع الأسير مناضل انفعات فتحة الخروج في الليلة التالية، وبعد 22 دقيقة من الزحف صار الأسرى الستة أحرارا.
حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار خدمات البلديات بسبب التحريض الإسرائيلي لمنع التمويل الدولي لعدد من المشاريع الاستراتيجية في القطاع. أحمد غانم. تحذيرات متتالية من توقف عمل بلديات قطاع غزة وخدماتها المختلفة، أبرزها خدمات المياه ومعالجة الصرف الصحي وترحيل النفايات. السبب هذه المرة زيادة جرعة التحريض الإسرائيلي على البلديات لوقف التمويل الدولي والأوروبي لمشاريع كبرى قد تؤدي إلى تعميق أزمات بلديات القطاع وتحد من قدرتها على مواصلة عملها. التحريض الإسرائيلي يأتي في سياق الهجمات المتتالية على البلديات، خاصة بلديات قطاع غزة، سيؤثر بشكل كبير على قطاع الصرف الصحي أو المياه أو خدمات جمع وترحيل النفايات الصلبة في مدينة غزة وغيرها من الخدمات، الأمر الذي سيثقل كاهل المواطنين القابعين والساكنين في هذه المدينة. وكانت سلطات الاحتلال قد اتهمت مؤخرا بلدية غزة باستخدام أراضيها لأعمال عسكرية خلال العدوان الأخير، وهو ما نفته البلدية واعتبرته تحريضا مباشرا يستهدف وقف تمويل المجتمع الدولي في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها، وفي وقت أعلنت فيه عن حاجتها إلى 50 مليون دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية خلال عدوان عام 2021. حال توقف التمويل الأوروبي فإن ستحدث كوارث بيئية حقيقية تهدد كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وقد تؤدي إلى انهيار البلديات التي بالأساس تعاني من أزمات مالية خانقة نتيجة الحصار والإغلاق الذي يتعرض له الفلسطينيون. وحال الحصار دون دخول المواد والآلات اللازمة للبلديات ما فاقم من عجزها عن أداء مهامها. تواصل إسرائيل تعميق حصارها للقطاع، هذه المرة عبر استهداف قنوات التمويل اللازمة للمشاريع الخدمية والتي يمثل توقفها كارثة محققة. أحمد غانم، غزة، الميادين. أحبطت السلطات الإيرانية هجوما مسلحا على محطة للقطارات في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن المجموعة الإرهابية خططت مساء لمهاجمة محطة قطار خانجاك زاهدان والاستيلاء عليها، لكن تحركها باء بالفشل بعدما اشتبكت مع القوات العسكرية لمدة نصف ساعة ثم فرت لاحقا من المكان. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن الجهات المعنية تتابع بدقة تحقيقات ملف وفاة السيدة مهسا أميني، وقال إن الأعداء يحاولون عبر إجراءات إعلامية مكثفة تضليل الرأي العام، فيما تجاهل من يزعمون دعمهم حقوق الإنسان قتل تلميذات أفغانيات على يد المجموعات الإرهابية، متسائلا عن إمكانية تصديق دفاع الغرب عن حقوق الإنسان والنساء في ظل هذه الازدواجية. قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي توعد أعداء بلاده بأنهم سيهزمون، وأكد خلال مؤتمر ذكريات وأسماء الذي يقيمه مركز التوثيق للدفاع المقدس عدم السماح لأعداء طهران بتجاوز الأرض الإيرانية. نحذر الأعداء، أمريكا، بريطانيا والسعوديين الذين يستهدفون قلب الثورة الإسلامية عبر تحريضهم ووسائلهم الإعلامية، ونقول لهم إننا سنهزمكم وليس هناك طريق أمامكم نحو أرضنا، ولن نسمح لعنصر واحد منكم بتجاوزها. حتى شبابنا الذين خضعوا بدعايتكم سيعودون ويقفون في الصف الأول ضدكم للدفاع عن أرضنا. نحن نعرف شعبنا ونعرف أنه واع ويدرك ما يفعل. نقول للعداء: الطريق أمامكم مسدودة وستهزمون بقوة شعبنا، لن نجامل أحدا. إذا هجمتم مغفرا لنا فسندمر كل أرضكم، وإذا ضربتم طائرة مسيرة فسنرد بالتأكيد وسننتقم ونتابع مسير الحاج قاسم ونطردكم. وزير الداخلية الإيراني قدم إلى مجلس الشورى تقريرا بشأن آخر تطورات التحقيق في موضوع وفاة مهسا أميني، يؤكد وجود عناصر مرتبطين بتنظيمات خارج البلاد وأجهزة استخبارات ومجموعات إرهابية شرق البلاد وغربها يؤدون دورا في أحداث الشغب الأخيرة. هذا وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن العدو يسعى إلى استغلال الفرص لضرب الشعب الإيراني والهجوم على الثورة الإسلامية وركوب الموجة للإخلال بالأمن.
العدو يسعى لاستغلال الفرص لضرب الشعب الإيراني والهجوم على الثورة الإسلامية وركوب الموجة للإخلال بالأمن، وهؤلاء الذين يقطنون خارج البلاد يذرفون دموع التماسيح لتحريض الشارع الإيراني، لكن مؤامرات الأعداء يجب أن لا تجعلنا ننسى واجباتنا أمام المواطنين. مجلس الشورى يتابع بدقة ملابسات الأحداث الأخيرة ويطالب الجهات المعنية بالحذر من القيام بأي إجراء يخدم الأعداء ويثير الانشقاق في المجتمع الإيراني، كما نؤكد على ضرورة إصلاح آليات عمل الشرطة الأخلاقية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث من جهة، والتصدي بحزم لمن يحاول الإخلال بأمن الشعب من جهة أخرى. المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني نظام الدين موسوي قال إن القوات الأمنية تعاملت بحزم مع العناصر الإرهابيين، وأكد في حديث للتلفزيون الإيراني أن المجلس يتابع بجد مطالب الشعب. على الرغم من كل التحريضات الميدانية والافتراضية التي أثرتها شبكة واسعة داخل البلاد وخارجها، لم ينجر سوى عدد ضئيل من الشعب خلف هذه الفتنة وأعمال الشغب والعنف. بحسب التقارير التي قدمت إلى المجلس، فإن العناصر المنخرطين في الاشتباكات لم يتجاوز عددهم 45,000 في كل المدن الإيرانية، وقد جرى اعتقال جزء منهم فيما جرى الإفراج عن المواطنين الذين انجروا إلى الفتنة، لكنهم غير مرتبطين بشبكات خارجية. القوات الأمنية تعاملت بحسم مع العناصر الإرهابيين، والأوضاع الآن تحت السيطرة، فيما المجلس يتابع بجد مطالب الشعب ويدعمها إلى جانب دعم القوى الأمنية، ويؤكد ضرورة إصلاح بعض آليات عملها. كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن حدوث إفراج مرتقب متبادل لمعتقلين في الولايات المتحدة وإيران، وذلك بالتزامن مع الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية. وبحسب الوكالة فإنه من المقرر الإفراج عن 7 مليارات دولار لتكون في تصرف المصرف المركزي الإيراني، فيما لم تقبل طهران حتى الآن الحسابات المعلنة لتحويل هذه الأصول لاعتبارات مصرفية، معلنة عن حسابات جديدة لهذا الغرض. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. نكمل النشرة من العراق، حيث شرعت قوة مشتركة من اللواءين 41 و 43 في عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوات الأمنية بتنفيذ عملية تفتيش وتأمين لمناطق جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. العملية شملت تفتيش مناطق تل الذهب، منطقة السجلة ومحيطها، والجزرات والأحراج الواقعة ضمن قاطع المسؤولية جنوب سامراء، وتأمينها من تسلل عناصر داعش واستهداف أمن المواطنين. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصيحة إلى أثينا بشأن تسليح جزر في بحر إيجا. أردوغان حذر في كلمة له في البرلمان التركي من الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لليونان وشعبها بحسب تعبيره، وأكد أن تشجيع اليونان التي تسلح الجزر يتعارض مع المنطق والتفاهم وروح التحالف. ولفت أردوغان إلى أن سياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون في مصلحة أحد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بسبب التهديدات بالتطويق جرى إبعاد القوات المتحالفة من كراسني ليمان في جمهورية دانتسك الشعبية التي تراجعت إلى خطوط أكثر فائدة. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال اليوم الماضي أدت الضربات على مواقع اللواءين 66 و 93 التابعين للقوات الأوكرانية إلى مقتل أكثر من 200 مقاتل وتدمير 5 دبابات و9 عربات مشاة قتالية.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الغرب من الاستعداد للقتال حتى النهاية، وإن أنه لن يستسلم لضغوط العقوبات وأمدادات الأسلحة لأوكرانيا. وبحسب الصحيفة فقد أظهر الرئيس الروسي في خطابه الأخير لبقية العالم رغبته في قيادة حركة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية. الحرب في أوكرانيا تحولت بسبب الانخراط غير المباشر لدول حلف الأطلسي الأوروبية فيها إلى صاعق تفجير ضرب اقتصادات أوروبا ومجتمعاتها في الصميم. سياسة واشنطن لتهديد روسيا ومحاصرتها استخدمت الأوروبيين كحطب مشتعل لم تستثني حرائقه البنية السياسية والمالية والحياتية لغالبية دول أوروبا، حيث يتوسع القلق والفوضى في الشارع وداخل مراكز القرار، وانعكس ذلك كله على تماسك حلف الناتو. لم يعد ممكنا إخفاء الأزمة داخل البنيان الأوروبي وبالتالي الأطلسي. أزمات وخلافات سياسية واقتصادية واستراتيجية بين أعضاء الحلف وتحذير من بوادر حقيقية على تفككه، انطلاقا من تعارض وجهات النظر بشأن السياسة المعتمدة تجاه روسيا سياسيا واقتصاديا، كما لجهة العقوبات التي تحولت إلى سيف ذي حدين. نماذج الاعتراض تتكاثر على مستوى السلطات السياسية من هنغاريا إلى إيطاليا وبلغاريا، فضلا عن موجات الاحتجاج الشعبية والحزبية التي تتفاقم في شوارع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها. صحيفة ذا هيل ذهبت إلى حد الحديث عن بوادر حقيقية لانهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا. تستدل الصحيفة على استنتاجها بموقف تركيا من انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، إضافة إلى ارتدادات استيراد الحبوب من أوكرانيا على المزارعين الأوروبيين. هذا إضافة إلى الخلافات بشأن انضمام أوكرانيا وبداية تململ بعض الأعضاء من الهيمنة الأمريكية. واشنطن الرابح الأكبر في هذه العاصفة التي أطلقتها، وتريد أن تحصد من أنقاضها مزيدا من الهيمنة على العالم. وها هي الإدارة الأمريكية تمهد على ما يبدو لعاصفة جديدة في شرق آسيا. التوتير الذي أطلقته واشنطن ضد الصين قبل أشهر يقترب ربما من عتبة مغامرة خطيرة، آخذا بعين الاعتبار الرد الصينية على استراتيجية الحصار والتحشيد ضدها، وآخرها تعهد وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان من هونولولو بتعزيز تعاونهم العسكري في مواجهة ما وصفوه بالطموحات الإقليمية للصين، تعهد بني على اتفاقية أوكوس وتحالف كواد وتسليح أستراليا بغواصات نووية. فهل تعزز أحلاف واشنطن الأسيوية المنسوجة في غفلة عن الدول الأساسية للناتو ضعفا وتهميشا لأوروبا، وتفاقم من مأزقها سواء داخل الناتو أو في أروقة الاتحاد الأوروبي؟ نزل آلاف البريطانيين إلى الشوارع في 12 مدينة للاحتجاج على ارتفاع فواتير الطاقة وأزمة كلفة المعيشة. المسيرات التي نظمتها بعض النقابات العالمية جالت في أبرز المدن الكبرى كلندن ومانشستر وليفربول، حيث عمد بعض المتظاهرين إلى إحراق فواتير الطاقة وطلبوا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة المشاكل الملحة، ورفعوا شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبفرض ضرائب على الأثرياء. وفي ألمانيا تجمع آلاف المتظاهرين في شوارع برلين احتجاجا على تدخل بلادهم في الأزمة العالمية بأوكرانيا، والذي أدى إلى حدوث أزمة في الطاقة وإلى ركود اقتصادي. المتظاهرون الذين رفع بعضهم الأعلام الروسية انتقدوا سياسات الحكومة الألمانية الداعمة لكييف، وطلبوا بالوقف الفوري لإمداد أوكرانيا بالأسلحة وبإيقاف فرض عقوبات على روسيا، كما ألقوا باللوم على حلف الناتو وتدخله في الصراع. 6 انقلابات خلال عامين هزت 4 دول في غرب أفريقيا ووسطها. آخر استيلاء على السلطة كان هذا الأسبوع في بوركينا فاسو، حيث أطاح عسكريون المجلس العسكري الحاكم في ثاني انقلاب هذا العام في هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا. 8 أشهر كانت كافية لقلب الحكم مرة أخرى في بوركينا فاسو وتنفيذ انقلابين، خطوة لا يعرف إن كانت ستكتمل أم سيلحقها انقلاب آخر مضاد.
العاصمة واغادوغو ما زالت تعيش على وقع الانقلاب، حيث الطرق مغلقة والمروحيات تحلق في سماء المدينة. إبراهيم تراوري الذي أعلن نفسه زعيما للبلاد اتهم الرئيس بول هنري داميبا بشن هجوم مضاد بعد إطاحته، فيما هاجم محتجون مقر السفارة الفرنسية متهمين فرنسا بإيواء الرئيس المعزول. هذه المواجهة تشير إلى فصل جديد مقلق في بلد يعيش على وقع تصاعد هجمات المجموعات المسلحة التي أدت إلى تقويض الثقة في السلطات وتشريد نحو مليوني شخص. يبدو أن الانقلابات سهلة في القارة الأفريقية التي لا تكاد تغفو على حكم حتى تصحو على انقلاب، حتى لازمتها صفة الانقلابات العسكرية التي تنتشر كالعدوى في وسطها وغربها. حمى الانقلابات ضربت القارة خلال عام، وخاصة جنوب الصحراء الكبرى. انقلاب في مالي بقيادة غويتا، وآخر في تشاد وفي غينيا كوناكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا، وآخرها في بوركينا فاسو. ألا تعرف القارة الأفريقية موطن الثروات والمعادن أرضية للاستقرار يطرح علامات استفهام بشأن الأسباب التي تقف وراء كثرة الانقلابات، وعن دور الدول الكبرى الباحثة عن منافع ونفوذ أكبر لها هناك. يواصل البرازيليون الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، حيث يختارون بين الرئيس الحالي اليميني جاير بولسونارو واليساري لولا دا سيلفا. وكشف استطلاع نشرت نتائجه عشية الاقتراع أن دا سيلفا سيحصل على 50% من الأصوات الصالحة مقابل 36% لمنافسه بولسونارو. وفي بلغاريا يقترع الناخبون لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في انتخابات مبكرة يتنافس فيها أكثر من 5300 مرشح ينتمون إلى 22 حزبا وستة تحالفات للفوز ب 240 مقعدا في البرلمان. وتأتي هذه الانتخابات بعد فقدان الحكومة الأغلبية البرلمانية من جراء الخلافات بشأن الموقف من الصراع الدولي في أوكرانيا. مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وأنصاره يحتشدون أمام منزله لمنع أي تحرك لاعتقاله. خان يطالب الحكومة بالاستقالة وبإجراء انتخابات مبكرة رافضا محاولات إقصائه سياسيا. بكر يونس. لا يزال مصير عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق غامضا، ففيما أصدرت الشرطة إسلام أباد قرارا باعتقاله بناء على ما سمته إجراء قضائيا نفت أي تحرك لإلقاء القبض عليه بتهم خرق القانون واستعداء أنصاره الشرطة والقضاء. نعلم كل الباكستانيين أننا على أتم الاستعداد وفي انتظار كلمة واحدة من عمران خان، وإن جاء طلب منه فالحكومة الفاسدة في إسلام أباد ستواجه مشكلة كبيرة لن تستطيع حلها. عمران خان رئيس حزب إنصاف لم يعلق بنفسه على خبر صدور مذكرة اعتقال بحقه، وابتعد عن شاشات التلفزة التي بدأت تتناقل الخبر، فيما احتشد أنصاره قرب منزله لمنع أي تحرك من الشرطة لاعتقاله والمساس به، ليتصدر واسم عمران خان خط أحمر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن لا نخشى التحقيقات التي تجريها الحكومة والقضاء، ولم نقم بأي عمل من شأنه الإساءة إلى باكستان أو مؤسسات الدولة، ونحن مستعدون لأي نتيجة. وتعود أزمة خان مع القضاء والشرطة إلى تصريحات أطلقها في تجمع لأنصاره تحدى فيها الشرطة والقضاء أن يقف أمامه وأمام أنصاره في أي تحرك، وأنه أنصاره لن يعفو عن أحد ولن يترك أحدا، ما اعتبر خروجا على القانون ودعوة إلى الإرهاب ضد الشرطة والقضاء. تشير الإحصاءات إلى تنظيم عمران خان 45 تجمعا جماهيريا خلال 3 أشهر حتى الآن، طالب خلالها الحكومة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، لكن تحديه الشرطة والقضاء جعله متهما رئيسيا بنظر القانون الباكستاني، ما قد يمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة وربما ممارسة العمل السياسي. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. الصين تسعى إلى أن تكون بحلول عام 2030 دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.
مليارات الدولارات تنفقها السلطات بغية تحقيق هذا الهدف، فكيف تغير وجه الحياة في الصين في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وشبكة الاتصالات من الجيل الخامس؟ مهدي ديراني. الهاتف أساس الحياة هنا، محض خيال أم واقع؟ تغيير مدهش شهدته الصين خلال السنوات القليلة الماضية، وبخطى ثابتة يسعى التنين الآسيوي إلى دخول المستقبل من باب أوسع عبر الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية تمثل العالم الافتراضي، يمكن من خلالها أن نعقد اجتماعات افتراضية ونلقي محاضرات، وهي متاحة في الهواتف والحواسيب. الزمن هنا يبدو كأنه يسير بشكل أسرع، فالنظام التكنولوجي هو الأساس لدى الملايين في الصين، سهل حياتهم وجعلها أكثر رقمنة. الذكاء الاصطناعي دخل كذلك عالم الهندسة والبناء والمواصلات، والهدف هو استكمال التطوير في البنية التحتية في العقود الثلاثة المقبلة. إن البناء عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أصبح اتجاها مهما في الصين. هذه التقنيات ساعدتنا على إنشاء المستشفيات بطريقة أسرع، وتقنية BMI التي نستخدمها في بناء المجسمات الثلاثية الأبعاد تتيح لنا محاكاة متانة البناء وجودته. أكثر من 1,900,000 محطة أرضية لشبكة الجيل الخامس، ومئات الملايين من الهواتف المحمولة المتصلة بالشبكة شكلت أطول شبكة اتصالات في العالم، تدار من خلالها نشاطات السكان هنا وتلبي حاجاتهم. الذكاء الاصطناعي في الصين يحقق قفزات سريعة، أما تطوراته الجديدة فقد لا تنحصر تداعياتها في تغيير وجه الصين فحسب، بل في العالم أجمع. مهدي ديراني، بكين، الميادين. إلى العناوين. انتهاء الهدنة في اليمن من دون تمديد، والقوات المسلحة تجدد التأكيد على جاهزيتها لحماية البلاد وثرواتها. لبنان يبحث غدا الرد على مقترح هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية، وحزب الله يؤكد أنه أمسك إسرائيل من العنق وأرغمها على الاستجابة لمطالب لبنان. محكمة الاحتلال تمدد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة إلى الغد، وثلاثون أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام لإسقاط الاعتقال الإداري. سلامي يتهم أمريكا وبريطانيا والسعودية بدعم أعمال الشغب واستهداف الثورة في إيران، ووزير الداخلية يؤكد تورط تنظيمات خارجية في الأحداث الأخيرة. البرازيليون يصوتون في الدورة الأولى لاختيار رئيس للبلاد، ودا سيلفا يسجل تقدما كبيرا على بولسونارو في آخر استطلاعات الرأي. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية، وإلى اللقاء.